قيل إن الدعاء والقضاء يتصارعان وأن الدعاء قد يرد بعض القضاء أو البلاء. كما أن الإحسان إلى الوالدين يبارك للعبد في عمره. نرجو إيضاح الضوء. جاء في حديث ثوبان أنه قال إن العبد لا يحرم الرزق إلا أن يصيبه، وإن القضاء لا يرده إلى الدعاء، وإن الدعاء مع القضاء يعتري جاني لا يوم القيامة، وإن البر يزيد في العمر يعني بر الوالدين، فالدعاء قضاء والقضاء المحكوم كذلك. فالله قد يقدر أشياء ويدفعها بأشياء، يقدر أشياء ويدفعها بالدعاء وبالصدقات وبالأعمال الصالحات، ويجعل هذا دافعا لهذا بقدره سبحانه وتعالى. فالقدر يعالج بالقدر، القضاء وقضاء الدعاء يعتريان، مثل ما أنك بطعي الغنم أو الإبل قد ترعيها أرضا طيبة وهذا بقدر الله، وتكون محسنا، وقد ترعيها أرضا رديئة مجربة وهو بقدر الله وتكون مسيئا في عملك. فالواجب عليك أن تتحرى طيب وأن تبتعد عن الردي، وكله بقدر. فمثل ما قال عمر للناس لما نزل بالطاعون بالشام والمسلمون هناك، وعزم عمر على الرجوع بالناس وعدم دخول الشام لما وقع فيها الطاعون، قال بعض الناس أشرر من قدر الله؟ قال أشر من قدر الله إلى قدر الله. بقاؤنا في الشام قدر ورجوعنا قدر، كله بقدر الله. فلا شر من قدر الله إلى قدر الله، كما تفر أنت من السيئة المعصية، تفر من السيئة إلى التوبة إلى الله عز وجل، تفر من المرض إلى العلاج بأخذ الإبر أو الحبوب أو غير هذا من الأدوية، كله فلا من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب عمر مثلا للناس فقال أرأيتم لو كان إنسان عنده إبل أو غنم فأرعاها في روضة مخصبة أو علبة مخصبة، أليس بقدر الله وهو بهذا مشكور؟ فإن أرعاها أو ذهب بها إلى عذبة مجدبة مقحطة أو أرض هارث من الماء والعشب لكان مسيئا وهو بقدر الله. فالحاصل أن الإنسان يتبع ما فيه الحق وهو بقدر، وإذا ما فيه الباطل وهو بقدر، كله بقدر الله، لم يروا من قدر الله إلى قدر الله. ولو أن إنسانا عصى فقد وقع هذا المعصية، وما يقام عليه من الحد الذي شرعه الله هو أيضا بقدر، فإقامة الحدود بقدر، وما وقع فيما معاصي بقدر، وكسبه الحلال بقدر، وكسبه الحرام بقدر، لكنه مأمور بكسب الحلال منهي عن منهي عن كسب الحرام، وكلها بقدر الله، كلها لا يخرج الإنسان عن قدر الله، لكنه مأمور بالتحري، مأمور بطلب الخير والبعد عن الشر. والله جعل له عقلا، جعل له قلب عقل، جعل له اختيار يميز به بين هذا وهذا، فهو يلام إذا مال إلى السيئة، إلى المعصية، إلى المسكر، إلى الزنا، إلى غير ذلك، ويشكر إلى مال إلى الطاعة وأخذ بالطاعة واستقام على الطاعة، لأنه له عقل وله إرادة وله اختيار وله تمييز، يعني يميز به بين الخير والشر والنافع والضار والحق والباطل. هكذا جاءت الشريعة، وهكذا قضى الله سبحانه وتعالى وقدر لعباده جل وعلا، وأعطاه العقول المميزة التي يميزنا بها بين الحق والباطل والهدى والرشاد والغي والرشاد لغير ذلك.